نحن فريق نزع الألغام التابع للبرنامج الوطني لنزع الألغام. اليوم اكتشفنا 2 صواريخ مع 5 عبوات مع حبال تفجير مع قالب تفجير TNT مع الدائرة الكهربائية مع جهاز تفجير عن بعد في هذا المكان من ما هو الآن يشتغل. هذا في خط الدوار، خط الدوار فيما يعني المدخل الجنوبي، الشارع المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة. اكتشفنا اليوم الحمد لله وشكرا يعني 5 عبوات ناسفة تزن كل عبوة 80 كيلو، بالإضافة إلى 2 صواريخ وزن كل صاروخ 500 كيلو. الكمية المتفجرات الموجودة في هذه المواد التفجير عالية جدا وقادرة على أن تدمر هذه المنطقة يعني 1 كيلومتر مسافة. هي منطقة حساسة وبالتالي هي جولة يعني الميليشيات الحوثية تعمدت زرع مثل هذه الكميات في يعني المدخل الرئيسي لمدينة الحديدة. هنا معروف أن هذه المنطقة تمر فيها شاحنات الأغاثة الدولية، شاحنات الأغاثة الدولية من الحبوب والمشتقات التابعة لها، وبالتالي تعمدوا نصب هذا الكمين الفخخ حتى يعيق حركة الميناء، المسافة ما بين الميناء والمطاحن. سيتم تدمير أي حبوب أو أي مواد أغاثية يعني داخلة في مطاحن البحر الأحمر. الحمد لله وشكرا يعني تم اكتشاف هذه الكمية قبل أن تحدث أي كارثة، ونشكر كل القنوات اللي يعني ساهمت وبادرت واسرعت في العمل الى هذا الموضوع. يعني كيف يعني الان لنا 6 شهور يعني من تحرير معظم او اجزاء واسعه داخل مدينه الحديده، كيف تاخر يعني اكتشاف هذا الموضوع؟ كيف هدوا من فوق ماشي، هل تم تطهير يعني اجزاء سابقه؟ تم تطهير يعني من السابق اجزاء واسعه؟ تم تطهير ولكن اللي كانت بتطهر، الجهات اللي كانت بتطهر ما كانت في المستوى المحترف اللي نقوم به. نحن اكتشفنا يعني اولا هذه العلامه الموجوده في الاسفل، ثانيا هذا الجهاز اللي هو عن التفجير عن بعد كان موجود في عش الغراب في الشجرة يعني، ويعني هذا عش الغراب ما هو عش غراب ولكن تمويه يعني وضعوا فيه جهاز التفجير عن بعد. كيف لما تم اكتشاف هذا؟ تم لما اكتشاف اولا عثرنا على الفجوة هذه وشكينا فيها، كانت مطب زي المطب، وبالتالي راقبنا الخط هنا وجدنا حبل التفجير السريع وجهاز التفجير عن بعد، جهاز الالتقاط. نعم. طيب عرفنا انه في يعني شيء موجود. لا اسحب صور. عدل عدل عدل. اربط اربط اربط. تفجر الفترة الماضية. هي دائما تمر الطقوم دائما تمر الطريق هذه. احنا نرجع سببين. يا اما وين الشخص اللي كان عنده يعني وسيله التفجير عن بعد يعني انتهى او حصل له شيء من هذا القبيل، او انه في خلل في الربط اثناء يعني جهاز الارسال اللي يرسل الى هذا الجهاز، يمكن هناك الخلل. تبعه ازاي؟ طلعنا من كل ابوه طلعنا.